كنقطعوا القريعه ديالنا، القريعه ديالنا كنقطعوها كنخويوها بهذه الطريقه، تقدروا تخويوها بالمعلق كتسهلوها شويه بالموس. ولكن كتجي غزاله، كنتمنى البنات تجربوها. انا اي حاجه دابا غادي نبقى نقسمها معكم ونتشاركها معكم، المسائل اللي كنعمل في داري انا وليداتي، ماكله بسيطه ولكن مزيونه كتجي لذيذه بصراحه، ماكله ديال الصيف، ماكله الصيف ما كتبغيش ديك الطواجن، ما كيقدر حد دابا على الطواجن وعلى داكشي، انا بعدا ما كنقدرش على الطواجن والمرق. ولادي كتعجبهم بزاف، ومزيونه فيتامينه فيها على حسب بالنسبه للناس وليدات ما كيبغيوش ياكلوا لهم الخضر، ولكن كيشوفوها هكاك معمره حاجات اللي كيبيعوها الاطفال كيزعموا عليها ياكلوها، ما كتبقاش ديك الساعه تبان لهم القرع، كتجي غزاله كنتمنى تجربوها، وسهله ما فيها شي زعما شي مقادير صعيبه ولا تتكلف. قرع تبارك الله في المغرب رخيصه على هنا، حنا عندنا هنايا شويه غاليه في هولندا، ولكن انتم عندكم تبارك الله رخيصه. انا غنعمل الغديوي ديالي هذا النهار بوحدي، ولادي خدامين وعيب بوحديتي انا كنخربق هذا الشيء. حنا خويناها كامله، هذه محتاجناهاش البنات. هذيك اللبابه اللي حيدنا هذا القرع هي هذه، وسيبناهاش قطعناها هيدا من بعد نحتاجوها، نعملوها فوق البصله، البصله ديالنا عندنا جوج بصلات مقطعين هدايا مربعات هما، منها شويه د المليحه ندير واحد الراس ديال الثومه، من بعد غتشوفو هاد الأولى ديالي أنا بعدا كتعجبني، وجوج صحاباتي دقوها معايا في الدار طلقو عليها قالولي حطها في القناة باش نتعلمو، لو خا قلت لهم هيدا بضحبي والو ما قولي خصنا نعملو فيديو قدامنا ونشوفو، ويا سهلة. اخواتي انا رجعت لكم دابا، البصل ديالنا وديك التوم والقريعة هي تشحرت، دابا طفنا عليها واحد اللاطة ديال التون، وغادي نضيفو عليها واحد البيضة اللي هي مسلوقة ومقطعة، وغنضيفو عليها جوج معلقات ديال الفرماج محكوك، غنضيفو عليها واحد المعلق ديال الفرماج اللي هو الجبن بحال الجبن عربي ديالنا، صافي غنستمرو هكا كنحركو، وغنعمل شويه ديال الابزار ولكن حتى الاخر باش ما كيلصقليش في المقله،
كتجي مزيونه بزاف، كنتمنى تجربوها، جربوها في الديور ديالكم وليداتكم، كتجي اكله خفيفه الصيف، كتجي غزاله بصراحه. انا بعدا كتعجبني وكتحمقني. هاد الريسيطه اسبانيوليه، من بعد غادي نعمل واحد شويه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف. الملح كتذوقوا الملح، اذا شفتوها باقا مسوسه كتزيدوا لها. انا جاتني هي هذيك حيت انا عملت شويه، ما عملتش بزاف الملح، كذا على حسب. كاين من الانسان كتعجبو الماكله مسوسه، كاين من واحد كتعجبو الماكله مالحه. صافي دابا غادي نعمروهم وغادي نطيبوهم في الفران. ودابا غندوزو ان شاء الله للحيمه ديالنا اللي غنشويو في طاسه ابارات، غندهنوها بشويه د الزيت. عملت لعيب شويه المليحه زديتها لها حيت انا رقدتها في الخل والملح ملي غسلتها، وشويه يبزر ما باينش، ما خصنيش يجي حار. طاسطي ابارات ديالنا هو هذا، هو سخان هذا باش نقطر الزيت فيه. يلا نزيدو ديالنا، هاي طابت ديال الشرميلة ديالي طابت، جات حارة غزالة ومحمضة مقلية، ماكلة أي بيرسون. الأكلة ديالنا العجيبة هي هي وجدتنا، هذه هي القريعة اللي عمرنا، تزيين زينتها بالزيتون كحال، طوماطيش من الفوق والمعدنوس، شوية فرماج، قلتلي ديالنا هم تشواو هما هادو. الشلاضة ديالي بسيطة جدا، طوماطيشة وبصيلة حمراء قطعة، معدنوس مليحة والخال وزيت الزيتون، شوية د الإبزار. هذه هي الشليطة ديالي بسيطة حيت ما خرجتش، يومين تسخر الواحد ماشي دائما غادي يخرج، اللي عنده خصو يقضي بيه. حتى هاد الشليطة مزيونة كتجي لذيذة غزالة. وبالصحة والراحة، ومنساوليش التعليقات المزيونات ديالكم بحالكم،
وكنتمنى تجربوا هاد الاكله. كنركز لكم على هاد الاكله هادي اما القطليط الناس كلشي كتعرف تعدلو، ما فيه لا مقادير لا والو. هادي مزيونه بزاف، تقدروا تقطعوهم صغار، تروسيتوس صغار، تيجو معمرين، قريعة معمرة، تجي غزالة 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 بصراحة، كتجي فنة. كنتمنى تجربوهم. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله، ونعطيكم عاود واحد الوصفة مزيونة، عاود الماكلة الصيف وسهلة دغيا كدوجد. السلام عليكم.